تعادل سلبي بدون اهداف بين النادي الاهلي ومنتخب السويس في الشوط الاول. شوط سيطر عليه النادي الاهلي وتسيده تماما. منتخب السويس زي ما احنا توقعنا في بدايه الاستوديو بيلعب جيم دفاعي بنسبه كبيره جدا، جيم دفاعي بحت، يعني هو قافل نص ملعبه. النادي الاهلي وصل للمرمى، اضاع اكثر من فرصه لم تستغل بشكل جيد لتخرج لاخرج الشوط الاول لكابتن شريف بدون اهداف. زي ما انت قلت بالظبط، في عدم تنظيم من فريق النادي الاهلي في التعامل مع الشكل الدفاعي ده. زي ما احنا قلنا التشكيل ده كان محتاج بلاي ميكر، راجل ينظم، يطلع الاطراف وينظم الحكايه، والكره الثانيه تبقى بتاعتك، ما يبقاش كله رايح على خط واحد وبيهجم. حتى الكورنر لما بيتلعب بيطلعوا الفرقه بتاعت السويس بتردوا بياخدوه هم اللي تلاقي الناس متمركزين، هم اللي مش انت اللي عامل الكوردون على خط ال 18، بتاخد كل كره ثانيه وتبتدي هجمه من على الاطراف من العمق. رؤيه اللعيبه لبعض غير هي تسقيط الكره او الكره الطويله بالنسبه لاي حد بيندفع من الخلف، اذا كان من ناحيه اليمين، اذا كان كهربا في ال 18 عموما، اذا كان حسين الشحات هو محور اكتر واحد خد الكره، واكتر واحد ناحيه الشمال هو اللي بيحاول يعمل اي ثغره وبيحاول يسدد على المرمى من اول دقيقتين ثلاثه في المباراه. اللعيبه حاسه ان في اي وقت انا هجيب جون، حاسين بضعف في فرقه السويس، وده مش في الكوره. انا في الكوره انا ازاي انظم هجمتي وازاي اشوف البتاع. مش انا، احنا بنكسب الماتشات اللي فاتت ليه؟ من تحركات اللعيبه. حركه اللعيبه كانت بتعمل زياده عدديه، وبيجي اللاعب حر واللعيب الثاني اللي هو معاه الكوره بيشوفه بيديله الكوره بيروح على الجول، بتبقى في رؤيه كاشفه. انما في ظل الناس اللي هي كلها واقفه عامله 8 9 لعيبه واقفين لك بالشكل ده، انت مش قادر تخترق وانت واقف بتستلم وبترجع الكوره وبتباصي وبتعمل كل ده. جميل انك انت عندك هدوء في بناء الهجمه وكل حاجه، ولكن تحركات اللعيبه كلها وسويتشات اللعيبه اللي هي تربك الفريق اللي قدامك مش موجوده. موجود انا هشوف حمدي فتحي بالشادو سترايكر اللي بيجري من ده والعبها له، وبتروح طويله جدا بتشوفها. يعني حتى انك انت تمسك الكوره وتنشن على لعيب في وسط الناس دي هتبقى صعب جدا. فبالتالي زي ما انا قلت لك في الشوط الاولاني، وجود مجدي قفشه ضروري جدا في وسط الشكل ده. ازاي تقدر، انا فرقه زي دي العب باربعه ورا ليه؟ ملعب 3-4-3، ايه اللي يخليني العب باربعه ديفندر عندي؟ ممكن الرؤيه تختلف الشوط الثاني بالنسبه ممكن كل شيء. ما احنا بنستفيد من 45 دقيقه الاولانيه. صحيح. فانا بلعب فرقه زي دي، يعني لما بتروح لي بتبقى بسببي انا، الرد الفعل الكاونتر اتاك بتاعهم لغايه نص ملعبي بس فقط، عن طريق انس الشندي هو اللي عامل الشكل ده. فانا ليه العب بثلاثه؟ اطلع ديفندر من عندي وانزل واحد زياده في نص الملعب، ونبتدي بقى نبتدي الحكايه الاطراف تشتغل صح، نبتدي الباس يبقى صح، وبتوفيق الشوط الثاني باذن الله يا رب. ان شاء الله. كابتن علاء، النادي الاهلي مسيطر ومستحوذ، ضاغط السويس في نص ملعبه، ولكن تحس ان في حاجه ناقصه. ضغط ومستحوذ طبيعي جدا، بتتكلم في موضوع من قبل تبدا المباراه انت متاكد منه. ايه اللي ناقص؟ لا، في حاجات النهارده، في ثلاث حاجات بيتعملوا في الشوط الاول هو مخلي الشكل كده. التعامل في الشوط الاول مع الـ مع الـ مع بدايه المباراه واثناء الشوط مش هو ده اللي كان مرجو في ايه؟ اولا انت لغى الاطراف تماما، واحنا قلنا واجتمعنا قلنا انت بتلعب بثلاثه عشان حمدي لازم يبقى عنده فرصه ان هو اللعب من الاطراف تفتح شويه دفاع السويس اللي متكتل في القلب. يعني اي حد على فكره ما بنقولش يعني الغاية، ما بنقولش حاجه جامده، اي حد في الشارع ماشي هيقول لك السويس هيدافع من القلب. من القلب ما ينفعش اعتمد على لعبه واحده بس 90، يعني 47 دقيقه 95% من لعبك كره طويله متشافه في القلب، كره طويله متشافه في القلب، طبيعي جدا التعامل معاه سهل جدا بالنسبه للمساكين وبالنسبه لحارس المرمى. انت كده ضيعت كل مثلا 90% من هجماتك بالطريقه دي. كويس. الحاجه الثانيه، الخطا الثاني، ان الاطراف نفسها ثبت الاطراف ودخلت لجوه. يعني انا فجاه لقيت طاهر بيلعب ناحيه الشمال، حسين اوريدي، حسين طب بطبيعته بيخش لجوه ماشي، لكن ما ينفعش الاثنين الاطراف بتوعك اللي هم الاساسيين. لو دي طريقه لعب مباريات الدوري النهارده الشكل مختلف. بتحرك عشان يبقى تاخد مساحه وتحرك كويس.
لكن انت النهارده سايب الاطراف كلها. انا ما شفتش خدع فتاح في كوره ولا شفت محمد هاني، وده طب يعني النهارده انت معتمد عليهم هم مع طاهر وحسين الشحات، وخصوصا لو طاهر وحسين دخلوا جوه يبقى هم ليهم شغل. كويس، ادي تاني خطا قايم. الخطا بقى الثالث اللي مخلي الشوط مش حلو، اخطائك السهله. في اخطاء سهله النهارده في التمرير مش طبيعيه. لازم الشوط الثاني لازم اعتنى بالكره كويس جدا، الكره تطلع من رجل واحد صح، استعمل الاطراف، مش هستعمل الاطراف يبقى لازم تلعب محمد مجدي. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لحظه الشوط الاول. يعني لازم يبقى في تغيير علشان انت عارف طريقه فرقه السويس اكيد هتلعب في ال 30 متر الاخرانيين. التغيير ليه؟ ما هو الشوط الاول وهم بيلعبوا في ال 30 متر الاول الاخرين زي ما احنا توقعنا تماما. التغيير انك انت لازم توسع الملعب قوي، حسين الشحات ما يدخلش لجوه، محمد طاهر مش معناها ان هم يقفوا بره بس، يبقى الكره العكسيه ممكن يخشوا فيها، لكن في بدايه اللعب لازم يبقوا بره، هم داخلين من جوه بدري قوي. انت لما بتيجي تتعمل عليك 30% 30 متر الاخاره دفاع منطقه، يبقى انت لازم تعمل توسيع ملعب علشان حد في الملعب او حد يكون زي قفشه كده ينزل يحط الكره بينيه تجيب جول. احنا افتقدنا ليه الاطراف النهارده او شغل الاطراف النهارده؟ عشان ما جبتش، انت قلت هيبقى في شغل، عشان ما جبتش خصوصا عن طريق الزهراء، عشان ما جبتش الهدف الاولاني. الفرق زي السويس مع احترام ليهم تلعب مع النادي الاهلي، جبت الهدف الاولاني بلغه الكره تفتح اللعب، الهدف الثاني يموت لك الجيم خالص ويخليهم يروحوا للبلان الثاني بتاعهم مش هيقدروا عليك فيه. فعلشان كده طول ما انت بتديهم روح ان هم بيدافعوا كويس، وطول ما هم عاملين التكتل وانت اللي عامل الزحمه جوه الملعب، انت قلت لي ان الاطراف ليه ما بتشتغلش؟ علشان بيدخلوا بدري جوه. لكن انا اقف على الخط، رجلي زي ما بيتقال على الخط الناحيه دي وعلى الخط الناحيه دي طاهر وحسين، عشان اوسع الملعب، عشان حته الضغط في كل ما فرقه تدافع كل ما تقرب المسافات بينك وبينها، ممكن واحد يمسك اثنين، ممكن اثنين يمسكوا ثلاثه، ممكن ثلاثه يمسكوا خمسه، لكن انت لما توسع الملعب هيبقى هنا المهاره، هتبقى في الواحد ضد واحد، هتعدي هتجيب اهداف كتير. كابتن بلال، حلول الشوط الثاني من وجهه نظر من على الدكه ولا داخل الملعب؟ بص، في حلول من عند المدير الفني وفي حلول من عند اللعيب. الحلول بتاعه المدير الفني يا كابتن، انا ممكن النهارده على فكره اغير طريقه اللعب خالص. ايوه تمام، العب ب 4-1-3-2 3-2. ايوه ويبتدي ينزل علي معلول يلعب الباك عشان تلعب الكرات العرضيه، ويلعب وتلعب اللعيبه اللي عندها مهارات. المباريات اللي فيها تكتلات بتحتاج المهاره الفرديه اكتر من اي حاجه ثانيه، اكتر وحتى من كمان من السرعه، لان اصلا انت ما عندكش مساحات يعني تستخدم السرعه فيها. فالنهارده عبد القادر عنده مهاره، قفش عنده مهاره، علي معلول عنده مهاره، تمام، ممكن محمد شريف ينزل يبقى فرود تاني، تمام، ممكن اقلب طريقه اللعب 4-1-3-2. انت مش محتاج خلاص دلوقتي، ما اصبحتش محتاج، لان انت ما سجلتش اهداف، ما اصبحتش محتاج ثلاثه ميد فيلدرز، ممكن تستغنى عن الثلاثه بواحد بس، تمام، وتلعب اثنين وتلعب ثلاثه على الاطراف وتلعب اثنين راسين حرب. صحيح، باثنين راسين حربه تقدر تستغلهم في الكرات العرضيه وتشتغل على الكرات العرضيه وتشتغل من العمق. اللي محتاجين لعيبه في الملعب استغلال الفرص، لانك انت اتيحت لك فرص. مزبوط. الموضوع مش مقفول على الاخر بنسبه 100%. لا، ده كهربا جاله فرصتين وحسين الشحات جاله فرصتين، لم تستغل جيدا. لم صحيح. انت ما استغلتهاش خالص، مش جيدا ولا حاجه، ما قدرتش تستغلها بشكل جيد. التصويب، احنا حتى التصويبتين اللي جم، واحده في ايد الجول والثانيه فوق العارضه بمسافات كبيره جدا. أيوة. طب لو مش ماتش زي ده، تمام، مع فرقه زي دي تسدد 10-15 كوره في الشوط الاول، او تطلع ناتج الشوطين مسدد لك 20 كوره. أيوة. هتسدد امتى؟ أيوة. الطبيعي انك تستغل يعني التسديد في مباراه زي كده، يعني خاصه ان انا مش شايف ان حارس المرمى، يعني الكوره اللي اتلعبت عليه من كهربا، تمام، من بعيد قوي. يعني بص تعامله مع الكوره، يعني الكوره كورتين على فكره. صحيح. كورتين، واحده جت كورنر والثانيه ردها جوه الملعب. اذا الحلول من على الدكه لتحقيق الفوز ان شاء الله. هنروح لفاصل ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، والماتش ما يجرناش باذن الله اللي بعد كده ان شاء الله الشوط الثاني يحسمها النادي الاهلي. التوفيق ان شاء الله لتحقيق الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.